فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذر، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ضالا وهو على السنة فاصحب واجلس معه، فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا وإن بدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالس ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فأهلك معه. ورأى يونس بن عبي ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال يا بني من أين جئت؟ قال من عند فلان. وصاحب الهوى هنا صاحب البدعة، فقال يونس لابنه يا بني لأن أراك تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان، يعني صاحب البدعة صاحب الهوى. ولأن تلقى الله يا بني زانيا سارقا فاسقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. ألا ترى أن يونس بن عبيد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن الصراط المستقيم وأن صاحب الهوى يضله؟ أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكذبتك في نار جهنم. وأخرجه الآجري وكذا صاحب الإبانة فيها. وقال الفضيل بن عياض من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. أخرجه البيهقي في الشعر وكذا اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة وأبو نعيم في الحلية. وقال الفضيل لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة، لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال الفضيل رحمه الله من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وأخرجه اللالكائي والبيهقي في الشعر وابن بطة في الإبانة الكبرى. وقال الفضيل من جلس مع صاحب بدعة ورثه الله العمى، يعني عمى القلب، فلم يكن له فرقان يبين الله له به الحق من الباطل والهدى من الضلال. وقال الفضيل إذا رأيت صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. قال الفضيل
آكل مع يهودي ونصراني، ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. وأخرجه اللالكائي وأبو نعيم في الحلية. وقال الفضيل: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكن صاحب بدعة إلا نفاقا. ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا. قد يقول قائل: هذا كلام شديد، يأكل مع اليهودي والنصراني ولا يأكل مع صاحب هوى وبدعة. يجاوره يهودي ونصراني وقردة وخنازير، ولا يجاوره أهل الأهواء والبدع. فيأتي أهل الزيغ والضلال في عصرنا هذا فيقولون: أتفضلون اليهود والنصارى والقردة والخنازير على أصحاب البدع المفسقة وهم من أهل القبلة ولم يكفروا ببدعتهم؟ أيستويان مثلا؟ والجواب: هذا تدليس وهذا تلبيس كعادتكم يا أهل الأهواء والزيغ والبدع. هنا نظران منفكان، نظر إلى التفضيل وهو غير ملحوظ وليس بمنظور إليه، وإنما قال: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع. كما قال: إذا رأيت صاحب البدعة في طريق فجز في طريق غيره، إلى غير ما قال وقالوا. فلم يلحظ هنا تفضيلا ولا قصدا، ولم يفضل اليهود والنصارى والقرادة والخنازير على أهل الأهواء والبدع المفسقة الذين لهم عقد الإسلام وهم من أهل القبلة ولكنهم أصحاب الأهواء والبدع والزيغ، وإنما نظر نظرا آخر، وهو: لو كان اليهودي جارا لك، أو كان النصراني، أو امتلأ بيت جارك بقردة وخنازير فكل ذلك لا يضر إسلامك ولن يحرفوك عن دينك. فالنظر هاهنا للضرر المتحقق. لو جاوره أصحاب الأهواء والبدع فلا شك أنهم يؤثرون في دينه ويحرفونه محرفينه عن يقينه، ولا شك أنه قد يستحلي ما عندهم من الأهواء والبدع